السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم من جديد على القناة ديالي باش نقدم لكم تشيز كيك اللي كنحضروه بالبسكوي ديال اوريو. للصراحة المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف ما شاء الله، والشكل ديالو رائع جدا. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا حتى نتوما ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو على بركة الله لتقديم المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، غادي نحتاجو 300 غرام من البسكوي ديال اوريو مطحون، ونحتاجو ايضا 2 معالق كبار من الزبدة المذابة، ونحتاجو 500 مليلتر من لاكحين فخيش اي ما يقارب نصف لتر، ونحتاجو 500 مليلتر من الحليب، ومية غرام من الشوكولات الأبيض اللي فيه أوريو من هاد النوع، وفي الأخير عندنا 2 ديال الكوحظة. بسم الله، غادي نضيفو البسكوي في الإناء ونضيفو عليه الزبدة المذابة، ونبداو نحلطو بهذه الطريقة حتى تدخل الزبدة مزيان في البسكوي. من بعد ما خدينا المول ودرنا عليه ورق الزبدة، دابا غادي نضيفو البسكوي بهذه الطريقة. ودابا غادي نبداو نستفو البسكوي مزيان في المول بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، وغادي نرجع معكم. ودابا غادي ندخلوه الثلاجة نخليوه يبرد لمدة 10 دقائق وغادي نرجع معكم. ودابا دزنا الخطوة الثانية، من بعد ما درنا الحليب فوق نار متوسطة كنضيفو ليه 2 ديال الكوحظة، وكنبقاو نحركو مزيان بهذه الطريقة، ما خاصناش نقفو من التحرك حتى يطيب لينا مزيان. ودابا غادي نضيفو لاكحين فخيش ونبقاو نحركو مزيان. ودابا غادي ناخدو قطع الشوكولا اللي عندنا ونضيفوها على الخليط ونبقاو نحركو مزيان حتى يطيب. خليكم معايا. هاهو الخليط من بعد ما طاب، دابا غادي ناخدوه ونكبوه على البسكوي من بعد ما برد. ودابا غادي ندخلو تشيز كيك ديالنا الثلاجة باش يبرد لمدة ساعة أو ساعتين وغادي نرجع معكم. هاهو تشيز كيك ديالنا من بعد ما برد، دابا غادي ندوزو باش نزينوه بالبسكوي ديال أوريو اللي طحنا. غادي نستمرو بالتزيين حتى نكملوه كله وغادي نرجع معكم مع الشكل النهائي. Thank you.
هذا هو الشكل النهائي ديال تشيز كيك اللي حضرت معكم بالبسكوي ديال اوريو. الصراحه المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف والشكل ديالها رائع جدا. ودابا كنقطعها معكم باش نوري لكم كي كتجي من الداخل. الصراحه ما تقدروش تقاوموها، شكلا ومذاقا كتجي روعه ما شاء الله. ها هي كي كتجي ما شاء الله من بعد ما قطعناها. الصراحه المذاق ديالها لذيذ بزاف والشكل ديالها رائع جدا، ما تقدروش تستغناو عليه. كنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما ان شاء الله. وقبل ما نكمل الفيديو ديال اليوم كنشكركم بزاف على المشاركه ديالكم في القناه ديالي وعلى تعليقاتكم الزوينين اللي دائما كيشجعوني، وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم. والى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.